دورة مميزة بلغة الأرقام. احنا بنتكلم على 4.5 مليون زائر، ده رقم قياسي وكبير جدا، كمان من زاوية المشاركة والحضور العربي والدولي العالمي، عدد كبير جدا من الضيوف المثقفين والكتاب والأدباء في هذه الدورة. 92 دولة. 92 دولة. أهم الملامح لو عايزين نتكلم عن حصاد أسبوعين من معرض الكتاب، أهم الملامح. هو الحقيقة أهم اللي احنا نطلع بيه من المعرض إنه بقى أصبح عيد في وجدان الشعب المصري. يعني هيبقى عيد مصري زي كده، شم النسيم، الحاجات الاختراعات المصرية الجميلة دي. لأن أنت لو شفت المعرض هناك مثلا يوم الجمعة اللي فاتت كان حوالي الحضور حوالي 750 ألف بني آدم، زحمة بشكل غير طبيعي. المعرض هناك غير أنه الناس بتروح تشتري كتب وتتفرج على الكتب، الناس هناك بتفرح، والفرحة هناك لها طعم تاني. الناس ماشية في أمان، الناس عايز أقول لحضرتك أنه الكتب في علاقة ما بينهم وما بين الطفل، في كتاب للطفل، في كتاب للكبار السن، في كتاب للشباب، يعني في تنوع غير عادي موجود، والأسعار كمان متنوعة. يعني في أسعار رخيصة قوي قوي وفي أسعار غالية جدا. يعني ده هنعمل إيه؟ ده الحاجات اللي هي بتبقى بسعر اللي هي بتيجي مستوردة الدول العربية يعني. فأقصد إنه في حالة من التنوع طول اليوم أنت عايش فيها. فعشان كده المعرض الكتاب بقى أصبح عيد عند المصريين، أو عيد الكتاب زي ما حضرتك قلت يعني. تمام. طيب يا فندم، فكرة وجود 1200 دار نشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب دي أعتقد كانت من أهم النقاط المهمة والنقاط المضيئة في المعرض في النسخة دي. طبعا. فرق في إيه وجود هذا الكم من دور النشر؟ التنوع. يعني في دار نشر بتبقى مهتمية أو بالترجمة مثلا، بالترجمات. في دور نشر مهتمية بكتب إبداعات الشباب، في دار نشر مهتمية بكتب الدين، في الكتب الدين اللي هو الوسطي المصري، اللي من زمان كان فيه في المعرض في الثمانينات في المعرض وأول التسعينات كان معظم الكتب كلها شوية فيها تطرف. دلوقتي بقى في اللي هو الدين اللي احنا عارفينه، الدين الوسطي. في دار نشر مثلا بتنشر كتب للكتاب القدام زي الدكتور طه حسين، زي الكتاب الكبار يعني. فالتنوع ده، العدد ده من دار النشر هو ده اللي عمل التنوع، وده اللي عمل انه قدامك نوع من انواع حريه الاختيار في العناوين اللي انت بتختارها، وده ادى كمان نوع من انه انت بترضي جميع الاذواق. فالشباب ليهم كتب، والحاجه اللي تفرح قوي كم الشباب اللي بيشتري، ده حاجه اللي هو اندر ايدج، حاجه مفرحه جدا جدا. فعشان كده الحقيقه ده مصر بتقرا بصراحه يعني، بس المهم انه نقدم حاجة جميلة عشان تقرأ، إنما مصر بتقرأ فعلا يعني.